تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بسطت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها تماما على بلدة المنصورة، أكبر بلدة في ريف الرقة الغربي من احتلال داعش، في إطار استعدادها لطرد أفراد التنظيم من معقلهم الرئيسي في سوريا. وفي صور حصرية حصلنا عليها، أعلن فصيل جيش الثوار إرسال الدفعة الثانية والثالثة إلى الرقة لتحريرها من احتلال داعش. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. يقوم جيش الثوار بارسال الدفعه الثانيه من مقاتلين الى تحرير مدينه الرقه من تنظيم داعش الارهابي. قال ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ان دوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه تقفان معا في خندق واحد في مواجهه التحديات والاخطار التي تواجه دول المنطقه. وأوضح الشيخ محمد بن زايد عقب لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن أبو ظبي والرياض تؤمنان أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يكون أقوى وأكثر تأثيرا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية باريس للمناخ على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. عد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن كوريا الشمالية وبرنامج أسلحتها النووية يشكلان تهديدا للجميع، ودعا المجتمع الدولي للعمل معا حول هذه القضية. وأجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، آخرها تجربة صاروخية يوم الاثنين الماضي. قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن جنودا فرنسيين قتلوا نحو 20 مسلحا في شمال مالي هذا الأسبوع في عملية استهدفت الدفاع عن القوات الفرنسية هناك. وقال بيان للوزارة إن الجيش استخدم مقاتلات وطائرات مروحية هجومية في العملية التي نفذها يوم الثلاثاء الماضي. تستعد شركة فيسبوك لإطلاق تطبيق رسائل جديد للمراهقين يسمح للوالدين بمراقبة الأشخاص الذين يتواصلون مع أطفالهم، كما سيكون مغلقا أمام الغرباء الذين يصطادون عبر الإنترنت. وقالت صحيفة تيليغراف البريطانية إن تفاصيل الخدمة المرتقبة التي تسمى كلام تم اكتشافها مدفونة في كود إلكتروني تم إطلاقه كجزء من منصة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك. نهاية الموجز، في أمان الله.